ضيفتي ممثلة شابة شفناها مؤخراً بمسلسل اخترب الحي، وأيضاً كان لها مشاركة بمسلسل كفا. رح نتعرف عليها أكثر اليوم أنا وياكم. صباح الخير ناتاشا شوفاني. موجود. أهلا وسهلا فيك. أنا بعرف أنه عندك شوية صعوبة باللغة العربية، فرح نجرب نظبط هالموضوع اليوم. ناتاشا، حضرتك درستي مسرح؟ ايه، بالجامعه الاليو. نعم. درست كوميونيكيشن ارتس وعملت دبل امفسس بين المسرح والصحافه، ومن شان هيك مثلت مسرح ومثلت ايضا تلفزيون. رح نحكي عن هالتجربتين سوا اليوم. بيخترب الحي كان دورك دولي. دولي كان كاركتيرا يعني مش كتير محبوب صراحه، كل الناس كانوا يبروا عليك كل الوقت، وانا بر عليهم. المشاهدين كانوا يبروا عليك، وانت كنت تبر على الممثلين او الشخصيات اللي معك. شو كان بالتحديد دور دولي؟ دولي بنت عندها نقص من هي وصغيره، تربت بدون ام بقى، وعاشت عند السته عاشت عندهم، والسته ربتها ومغنجينها كثير ومثل ما بدها بتعمل ومعودة هيك، بس عندها هيدا النقص انه بتخليها تغار من الكل. وعندها خي كان. عندها خيين. وعلاقتها معهم مش منيحة ابدا، يعني كل حدا بالمسلسل عنده سبب. سيزار نعسي كان خيك اذا مش غلطانة. ايه سيزار. ولما انغرم بالراقصة. هلا كتير يعني هونيك بالفيلم. ايه ما لازم يكون مبسوط خيي، لازم لازم اعمل مشاكل، يعني لازم ضلني اسم له بدنه. رح نحكي اكثر عن هيك هالشخصيه المركبه شوي، او عن بسيكولوجيه شخصيه دولي بيخترب الحي. رح نتوقف شوي ونتابع سوا. ناتاشا شوفاني، اهلا وسهلا فيك من جديد. ناتاشا، كنا عم نحكي عن دورك بدولي، كدولي باخترب الحي. الدور نحن اللي شفناه منه هو انه هالشخصيه بتحكي على الكل، يعني الشخص الصرصار بالحي اللي كل ما حدا غلط عم بتكون عم بتزيد القصة وعم بتخبرها للأشخاص الغير مناسبين، يعني بمعنى آخر عم تعملي مشاكل كل الوقت. ولكن إذا منرجع لبسيكولوجية الشخصية، شو كانت المشكلة؟ هي يعني بأول المسلسل تكون عند في conversation بينه وبين ستة، وبتخبرها إنه شباب ما عم بيحكوا معه، وغير إنه عندها نقص عاطفي لأنه ما عندها أم، و بينه وبين حاله استعملتها كعذر تتعمل اللي بدها اياه. والوالد وين كان؟ الوالد موجود بس بيعيط عليها ما بتتاثر. يعني لما عصام الباص تبعها بيعيط عليها تاثرت ورجعت انغرمت فيه. بس انه بيا لا سافا، يعني انه يعني بالبيت انه هي الباص. يعني وكانه هي يمكن اخذ دور الوالده الغائبه، كانت كانه اخذ هي دور الام الغائبه. لا. انا مثلت دور رامونا بكفا ودور دولي بيخترب الحي. في فرق بيناتهم انه اثنيناتهم جايين من عيال في انه شيء انه بروكن فاميلي. دولي ما عندها ام، ورامونا ما عندها ام وما عندها بي. رامونا قررت انه تضحي بحياتها كرمال عائلتها، كرمال تهتم فيه، وخسرت كل شيء. دولي عملت العكس، برم الدهرة، اهتموا فيي، غنجوني، باخد كل شيء وأنا بدي أعمل اللي بدي إياه، وإذا ما غنجتوني بأذيكم. مزبوط. وأنا كل شيء بعمله غلط إذا بيناسبني الصح، وإذا ما بيناسبني غلط. نعم. مين بيشبه لك أكثر من هالدورين ناتاشا؟ أنا ولا هيك ولا هيك، يعني إنه ما في يكون مثل رامونا. التضحية رامونا صعبة كتير وكبيرة كتير. ودولي ما في يكون مثل دولي أكيد. يعني انت ابدا، بس هيك لنوضح انه انت ابدا ابدا ما بتشبهي باي شيء دولي. ويمكن هون قدرت الممثل ناتاشا انه ياخذ دور ما بيشبه له ابدا. هل في لذه بتمثيل هيك دور؟ ايه، لانه دائما لما بكون اون سيت نضحك عن هيدا الموضوع، لانه بوصل بكون عم بمزح عم بضحك، بيجي الاكشن انه في جقر دولي، في الانفصام اللي بيصير. ايه، حدا قال لي انه مفصومه انت؟ قلت له لا. قال لي سيزار وقتها قال لي انه عن جد تاخذي ادوار، انه عن جد مبينه، خوفته شوي. بس اللي كنت بدي اقول شيء عن دولي، اللي بدولي اللي بيشبهك شوي يمكن هو العمر. لما قالوا لي، لما خبروني عن دولي، باول شيء قالوا لي انه ما حبيت كثير
كنت شوي هزتن تفوت بي اخذ دور مثل دولي انه دور بنت بتعمل مشاكل وهيك، بس لما قريت النص قريت مشاهدها مع ستة. نعم. وانا كتير قريبه لستي وحبيت الخشبوشيه يعني انه وهذا الشيء خليني اتاسئ انه دولي منها هالقد شريره قد ما بس بدها تفش خلقها بالعالم قد ما معصبه يعني سأل. الوقت اللي كانت عم بتبين فيه بالفعل شخصيتها الحقيقية هو الوقت اللي كانت عم تحكي فيه مع ستة وهي ممكن. هالجدة هي يمكن كانت الشخص الوحيد اللي دولي بتوثق فيه وبتقدر تعبر له عن مشاعره وبتبين الفولنربيليتي تبع دولي بكذا مشهد مع ستة. بتتأسى لما بتكتشف انه بيا بده يتجوز، لما بتدي خبرها لستة انه ما في شباب عم بيحكوا معي، بتشوف انه دولي هيك عندها انه حنون شوي، مش هالقد، مش مثل ما كانت مبينه. على كل جبتي لنا معك مشهدين من اخترب الحي، رح نحضر مشهد انا وياك وبنرجع منتابع حديثنا. مبسوطه زياده عن اللزوم، مزبوط ولا انا غلطانه؟ مزبوط تيتا، انا كثير مبسوطه. فيني اعرف ليش؟ بعد بكير، بفضل ما خبرك هلا. معرفه على حدا جديد؟ لا. طيب مين عزمك؟ ناس. انت ومين؟ لحالي تيتا، شو بدك؟ شغلتي لي بالي يا دولي. ما ينشغل بالك تيتا، كل شيء منيح. عادة بس تكوني مبسوطة هالقد بنكون في مصيبة جاي لحدا من وراك. تيتا؟ شو تيتا؟ ما معي حق؟ لا، ما معك حق. أنا مني مصيبة ولا بجيب المصايب. حشاكي دولي. دولي أكيد ما عم تعملي شي غلط أو شي مشكل لحدا. خلص تيتا، دايما بتشكي فيه. أنا قلت لك إنه منه من هيدا الشي اللي أنت عم تفكري فيه. بالعكس شي كتير حلو لإلي. أنا ما عندي شك إنه شي كتير حلو لإلك، بس خايفة يكون شي كتير بشع لغيرك. نتاشا، إن شاء الله المشاهدين يكونوا انتبهوا على هالفرق، يعني على هون هالعنف بالكلام، هالطريقة الشوي قاسية أنت عم تحكي، وبين اللطافة اللي موجودة فيك اليوم. أنا لما بتعرف على ناس إنه ايه انت دولي طلع فين، اكيد انت دولي، انه ايه سوا، انه انا دولي، انه الاولاد بيحبوني ما بعرف ليش، بس الناس من عمري انه اول ما بيتعرفوا علي بيفتكروا انه دائما في شيء من هالشخصيه بالحقيقه. إيه للممثل مزبوط. نتاشا، خلينا نشوف تاني مشهد من اخترب الحي ورح ننتقل على شيء تاني. اوكي. اهلا دولي حبيبي، كيفك؟ منيحه. سمر هون؟ ايه باوضتها، فوتي. اوكي. طنط، انا بعدني ما جيت لعندها لانه قالوا لي انه كثير زعلانه وما انا قبلانه تشوف حدا، بس هلا انه رجعت على الشغل وصارت احسن قلت انه لازم امرق لعندها. ولو ليش نحن بنعتب عليكي؟ اكيد لا، بتعرفوا قد ايه بحبها لسمر. طنط، انا كثير زعلت عليها عن جد، ما بتستاهل انه يصير معها هيك ابدا. بعرف حبيبتي، بس للصراحه تسرعت وهربت مع واحد ما بتعرف عنه شيء، حرام. أكيد هلا عرفت غلطها وندمانة كتير على اللي عملته، بس من بعد شو؟ بالإذن حفوت لعندها. إيه بس دولي إذا فيت تسمعيها هالحكي فالأفضل ما تفوتي. ولو طنط، هيدا الحديث بيني وبينك، أكيد ما رح فوت لعندها إلا هيك. أنا بعرف إنه سمر يعني انه هالبراءة ما انا اعطينا فيها الا اليوم. نتاشا، مثلتي ايضا بافلام، افلام كور متراج قصار، شو الفرق بالنسبه لك بين مسلسل بين فيلم وايضا بين المسرح، لانه كان عندك ايضا تجربه مسرحيه؟ بالمسلسلات يعني اكثر شيء انه بركي انا برتاح، مش برتاح قصه انه اسهل شيء ممكن لإلي بالمسلسلات، بركي لانه تعودت على اخترب الحي، في جو كثير مريح هونيك ويعني ما بحس حالي عم اخف كان وطئ عليكي شوي. نعم. بالافلام الكورمتراج، اي كورمتراجات مثلت؟ مثلت فيتشر فيلمز وكورمتراجات. نعم. بالكورمتراجات في هوني باسمه ايفا ستوري اوف لايف للمخرجه ميراي بوخليل وشرب النخل الدي او بي. نعم. عن ما في احكي كثير عن الفيلم، بس حقول انه
أخذت دور بنت بهيدا الفيلم بدي مثل بنت مدبرسة لدرجة إنه بدها تنتحر ميراي هون وكمان بنفس الوقت بدها تكون مبسوطة ومرتاحة بحياتها. نعم. وكان لكم مشاركات بكان أيضا بفيلم تاني 7 ساعات صديقتي فرح الهاشم المخرجة درست بنيويورك واشتغلت بهوليوود وفيلم وصل عكان وبكذا مهرجانات ربحت شوائق أوردز. نعم. يعني قدي هل تفضلي هيدا فيلم أنا I'm not a martyr أنا مش شهيد Warner Brothers Production سماح القاضي المخرج ستارينج رودريك سليمان عندي شورت سين فيه بس عن الحرب عن الحرب يعني عم نحس انه عم تختاري بدقة أدوارك ناتاشا يعني ما بعرف هلأ هالفترة بما أنه حضرتك ممثلة صاعدة وممثلة بعدك مبلشة هيك بالطريق بأوله عم بتشددي على عدد الأدوار أو عم بتشددي على نوعية الأدوار أو يمكن على الاثنين؟ بفضل النوعية بفضل أعمل شيء مزبوط وحط حط من كل قلبي فيه من ما اخذ دور ماني كتير مقتنعة فيه بس تاخده حتى لو كان دور قصير مثل ما شفنا يعني اذا دور قصير وبحط من قلبي يعني هيدا الفيلم تنقول اخر صورة عن فيلم مفقود اخذ كمان السبورتينج رولز ما عندي مشكلة بس اخذ ادوار صغيرة او كبيرة ادوار ثانوية مش دور رئيسي يمكن ما عندي طالما بحس انه تعلقت بالكاركتر تعمد في يعني بأثر في خلص يعني بأثر فيك لدرجة انه بقيت 3 أشهر عم تبكي لما عملتوا مسرحية هيدا مش فيلم مصري للمخرجة لينا ابيض اللي بدي وجه لها تحية كبيرة واللي كانت ضيفتي قبل ما تبلشوا العرض شو القصة؟ هيدا مش نحن بنعرف طبعا انه هالمسرحية بتحكي عن تجارب حقيقية لسيدات معنفات مزبوط. بس ليه هالقد كان في تأثر لإلك كممثلة؟ مش بس انا كلنا سوري نحن انا درست صحافة بالجامعة لا اذا بدنا نتأثر رح نغير الموضوع لا خلص درست صحافة بالجامعة عنا صور او عنا مقطع من المسرحية في صور للمسرحية هلا بنشوفهم سوا نحن وياك اوكي بقى درست صحافة بالجامعة وعندي شغف لحقوق الانسان من انا وصغيرة نعم. واهلي ربوا هيدا الشيء في حقوق المرأة حقوق الانسان بقى كنت دايما اعمل رشاش واكتب عن هالمواضيع بقى وانا لينا ابيض هي معلمه المسرح بالجامعه بقى لما عملت المسرحيه كلنا رجعنا انه لينا بدنا نشتغل معك وكان عن العنف ضد المراه وبدنا نحكي عن هذا الموضوع يعني في اغتصاب الشرعي في الاولاد بالعيال يلي حضرتك شو كان دورك بال انا اخذت كان في المسرحيه مقسمه 3 sections يعني كان في الاولاد اللي عايشوا بعيال معنا في البنات اللي تعرفوا على شباب صح انه علاقات عاديه وتعنفوا في النساء اللي جابوا اولاد وتجوزوا وكل شيء نعم. هلا انا اخذت دور بنت قصه حقيقيه عن بنت تعرفت على شاب وبعد انغرمت فيه وعنفها وبكفى ايضا لا انا بكفى انظلمت ما تعنفت بشكل فعلي هون دور بنت تعنفت وكانت تنرعب منه وما قدرت تعمل اي ما قدرت تتركه هو كان وصل يعني حطمنا معنوياتها لدرجه انه حط فرد براسها وبعد ما عنفها فتح الفرد وقال له حبيبي شوفي ما في رصاص ليه انت زعلان اللي بدك تزعلي شو هالاستفزاز الفظيع يعني وانه انا بحبك انه ولو كيف بتصدقك شو بقى طلعت فيه وهي عم بتخبرني القصة تذكرت وقالت لي بهاللحظة صدقته انه ما حق انه ما في رصاص بالفرد ليه بدها هذا تعنيف معنوي يعني هون معنوي ومعنفك ناتاشا شوفاني للاسف انتهى الوقت بسرعه معك لا يمل منك ابدا نحن ناطرينك بادوار جديده اهلا وسهلا فيك موفقه ميرسي كثير بريك مشاهدينا ومتابعي ام تي في الايف